تنضم إلينا الآن ومن رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء مرحبا بك بداية. إذن هذه حملة بالتوازي مع ما يحدث في قطاع غزة كانت ممتدة منذ الأيام الأولى لهذا العدوان، ولكن يبدو أنها اشتدت في ساعات الصباح لهذا اليوم في مدن الضفة الغربية. ماذا لديك من تفاصيل ومستجدات؟ نعم، قبل الحديث والخوض بالاشتباكات المسلحة التي دارت ما بين الفلسطينيين المقاومين وبين قوات الاحتلال، نتحدث عن الخبر العاجل الآن، عملية من قبل مقاومين فلسطينيين على ما يسمى بحاجز النفق. هذا الحاجز ما بين القدس وبيت لحم، وهو يعني متاخم لأراضي الولجة الذي تقوم قوات الاحتلال بمصادرة بعض الأراضي. نتحدث الآن إذاعة جيش الاحتلال تعلن عن 7 إصابات بهذه العملية ما بين مستوطنين وأيضا جنود احتلال. يعني كان هناك في هذه العملية تحدثوا عن 3 مواطنين فلسطينيين، بعض منهم تم تحييدهم ويتحدثون عن رابع لاذ بالفرار، ولكن لا يوجد صياغة مؤكدة لهذا الخبر بأنه إما تم اعتقالهم أو حتى استشهادهم بعد إطلاق النار عليهم. الخبر المؤكد من جيش الاحتلال وإذاعة جيش الاحتلال أنه أصيب 7 مستوطنين ما بين مستوطنين وجنود الاحتلال بهذه العملية. هذه العملية هي كبيرة بالنسبة لهم في الضفة الغربية، وهذه العملية هي ثاني عملية في هذه السنة على حاجز النفق. وتدعي قوات الاحتلال أنه تم إطلاق النار على هؤلاء المستوطنين وجنود الاحتلال على هذا الحاجز. أيضا بالتوازي مع ذلك قامت الآن وردة بإغلاق الحواجز الإسرائيلية والعسكرية المقامة على أراضي الفلسطينيين سواء في شمال الضفة الغربية وحتى جنوبها. نتحدث عن حاجز بيت إيل وهو المتاخم للمدخل الشمالي لمدينة البيرة. نتحدث أيضا عن النشاش وعقبة حسنة، والحديث يدور أيضا عن حاجز الكونتينر مغلق بشكل كامل بسبب يعود لهذه العملية التي قام بها مواطنين فلسطينيين باتجاه جنود الاحتلال وأيضا المستوطنين. وذلك قالت أيضا نجمة داود أن بعض الحالات هي ميؤوس منها، أي يمكن القول بأنه موت سريري أو موت بشكل آخر، وهناك ما بين حرجة وأيضا متوسطة ما بين المستوطنين وجنود الاحتلال في العملية التي استهدفت هؤلاء الجنود والمستوطنين عبر حاجز النفق. الآن أتحدث عن الاشتباكات التي دارت ما بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال من شمال الضفة وحتى جنوبها. نتحدث في منطقة الشمال في مدينة طوباس وبالتحديد في منطقة أو في مخيم الفارعة، تم دارت اشتباكات عنيفة ما بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين للدفاع عن أرضهم الذي تم اقتحامها من قبل جنود الاحتلال، والتي تمثلت واستهدفت أيضا المقاومين واعتقالات بشكل كبير في هذه المدينة. وبعد ذلك تم إعلان أن الدوام الدراسي للمواطنين الفلسطينيين وحتى الطلاب عبر التعليم الإلكتروني وليس الوجاهي، وذلك بسبب الأوضاع التي تمثلت صباح هذا اليوم باقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال لمدينة طوباس ومخيم الفارعة. نتحدث أيضا في بلدة المغير وذلك في مدينة رام الله، حيث صباح هذا اليوم وصلت تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال، وذلك اندلعت بعد ذلك اندلعت مواجهات عنيفة في المكان بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا المدنيين الفلسطينيين ردا على هذا الاقتحام الكبير من قبل قوات الاحتلال لهذه البلدة. إذا من الشمال وحتى الجنوب أيضا كان هناك اعتقالات تمثلت بالاعتقالات الكبيرة سواء في جنوب مدينة الخليل في بلدة دورة بالتحديد. ولا آخر التطورات المتصاعدة وهذا الاقتحام الحاصل في مدن الضفة الغربية، نتابع أيضا على الهواء مباشرة الآن صورة مباشرة لحدود غزة، ويبدو أن هناك قصف جديد، قصف مدفعي جديد حيث تصاعد كثيف لأعمدة الدخان التي كنا قد تبعناها على مدار الأيام الماضية طوال الأيام الماضية، ونحن نتابع هذه الصورة تقريبا التي تأتينا من
أماكن مختلفة ومناطق مختلفة وأحياء ومدن وبلدات في داخل القطاع. هذه بصورة تتصاعد فيها أو يتصاعد فيها الدخان بشكل كثيف جدا، وعلى ما يبدو أن هناك استمرار لحالة القصف والغارات الجوية على القطاع بالتوازي مع ما يحدث في الضفة ومدن الضفة الغربية. هناك أيضا إشارة ولاء إلى أنه استمرار الاقتحامات في العملية البرية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى توغل أكبر أو مناطق أخرى في وسط القطاع، وكانت الأنباء المتعلقة بهذا الشأن وفق آخر إحصائية رصدها الإعلام الإسرائيلي أن هناك 50 جنديا إسرائيليا قتلوا في هذه العملية البرية بالتوازي مع هذه الغارات. على أي حال أعود معك مرة أخرى للوضع المشتعل الآن في مدن الضفة. ذكرت بكل الأماكن تقريبا التي حدث بها اشتباكات منذ الصباح، وهذه العملية التي تمت عند حاجز النفق، ماذا عن الاعتقالات؟ هناك حملة اعتقالات غير مسبوقة في نابلس وبيت لحم وأماكن أخرى، وعلى غير العادة لم يقم بها جيش الاحتلال في أثناء الليل ولكنه قام بها في فجر اليوم وفي الصباح. نعم، الاقتحامات متتالية منذ منتصف الليلة الماضية وحتى فجر هذا اليوم، وامتدت إلى الساعة 7 وأيضا الساعة 8 من صباح هذا اليوم بالتحديد في منطقة طوباس ومخيم الفارعة وفي بلدة المغير، حيث أسفرت عن اندلاع مواجهات عنيفة في المكان. ولا زال المقاومين الفلسطينيين يمطرون قوات الاحتلال والآليات العسكرية بوابل من الرصاص للدفاع عن هذه الأراضي الفلسطينية واقتحامها للعديد من المدن والبلدات الفلسطينية. نتحدث أيضا عن الأموال الورقية والنقدية التي قامت قوات الاحتلال بإمطارها للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية وبالتحديد في منطقة الشمال، حيث كتبت على هذه الأوراق بأن حماس هي لا تعطيكم إلا الفقر، حماس هي إرهابية ويجب عليكم معاونة جيش الاحتلال للقضاء على الإرهاب، متمثلة بأن يكون هناك لقوات الاحتلال يد من الفلسطينيين للزج بهم والاعتقالات. هذه طريقة يعني يعني الترغيب في فكرة مثلا الكشف عن المقاومة مثلا أو العناصر التي تقوم بالاقتحام والاشتباك مع القوات الإسرائيلية في الضفة. نعم نعم، هذا ما تقوم به قوات الاحتلال لتكون متواطئة مع الفلسطينيين، ولكن الفلسطينيين هم يعني يكونوا حذرين لهذه الأوراق التي ترمى على الأراضي الفلسطينية وبالتحديد في منطقة الشمال أو حتى الجنوب ومنطقة الوسط، لذلك يكون هناك تصوير لهذه الأموال النقدية وتصوير ما يكتب على هذه الأوراق النقدية بأن حماسية ما تعطيكم سواء بس فقط الفقر، ولا يمكن يعني ما حصل في قطاع غزة إذا تم مساندة سواء حماس أو حتى الفصائل المقاومة سيكون لكم نفس الرد وسيكون لكم إبادة جماعية أيضا في الضفة الغربية، ولربما ما تتحدث عنه أيضا تهجير للفلسطينيين إلى منطقة أو إلى الأردن الشقيق، وهذا ما يعني يكون حذر الفلسطيني لهذه التعاملات وأيضا لما تقوم به قوات الاحتلال من يعني حرب نفسية على الفلسطينيين سواء بالإبادة الجماعية وأيضا أن ما قامت به سوف تقطع عنهم الكهرباء والماء وأيضا شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لذلك لا يتسنى للفلسطينيين التواصل أو حتى معرفة ما يحصل في الضفة الغربية كما حصل في منطقة في قطاع غزة. الآن نتحدث هذا اليوم هو يوم الخميس، كما تحدثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوقود ينفذ بشكل كامل لدى قطاع غزة، لذلك لا يمكن إجراء اتصالات، لا يمكن الاطمئنان على الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا يمكن أيضا بث صورة من قطاع غزة في حال نفذ الوقود وعدم استمرارية أيضا المولدات التي تعطي الفلسطينيين سواء من شبكات الإنترنت وحتى الاتصالات لتغذي هؤلاء الفلسطينيين ومنعهم بصورة أكبر لبث صورة من قطاع غزة لما يجري في القطاع. طيب، ولا عند الحديث عن الحادث الذي وقع عند حاجز النفق، تمت الإشارة إلى المستوطنين الإسرائيليين واستفزازهم للفلسطينيين في مدن الضفة،
ومحاولة إحداث حالة من الإرباك والإشكاليات في داخل مدن الضفة الغربية. هذا الأمر كان قد حذر منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعي من قبل الولايات المتحدة إلى ضبط هؤلاء المستوطنين، لكنه لم يفعل. وطبعا كما نعلم إنهم مسلحين بالأسلحة ويقومون باستفزاز الفلسطينيين عند كل الحواجز تقريبا. ماذا في تفاصيل هذه النقطة ولاء؟ نعم، نتنياهو ولن يفعل مرارا وتكرارا، لأن الذراع الأيمن لجنود الاحتلال هو المستوطنين في الضفة الغربية. ما تفعله قوات الاحتلال الآن، سواء نتنياهو هو يعطي مادة إعلامية للشأن الغربي وأيضا الإعلام الغربي بأنه يهدد المستوطنين وبأنه لا يريد أن يكون هناك عنف للمستوطنين باتجاه الضفة الغربية وأيضا المواطنين، ولكن ما يحدث عكس ذلك، وخاصة مع المقابلات والاجتماعات التي يلقي بظلالها نتنياهو مع رئيس المستوطنات في الضفة الغربية، بحيث كان هناك العديد من التصريحات سواء لبن غفير وسموتريش وغيرهم من الوزراء العنصريين للحكومة المتطرفة بأنهم يجب عليهم مهاجمة الفلسطينيين أينما تواجدوا في الضفة الغربية، لأن نتحدث عن يعني إرهاب للمواطنين الذين يذهبون إلى أعمالهم في صباح هذا اليوم، وأيضا إرهاب للمواطنين وطلاب المدارس على مدار العام. نتحدث عن يعني هناك بعض الأراضي الفلسطينية وخاصة الزراعية، وهو موسم قطف الزيتون للمزارعين الفلسطينيين، يقومون بإرهاب الفلسطينيين والمزارعين وتحت عنوة السلاح وتهديدهم، وأيضا على مرأى ومسمع من جنود الاحتلال أنه إذا ما خرجوا من هذه الأرض سيتم إطلاق النار عليهم، وهذا فعليا حصل في بلدة من بلدات قلقيلية، ونتحدث أيضا عن بلدة قصرة في نابلس، كان هناك تهديد وإطلاق النار بشكل مباشر على الفلسطينيين. نتحدث أيضا عن الإرهاب بشكل كبير للمستوطنين سواء في جنوب الضفة الغربية، بشمال الضفة الغربية وبمنطقة الوسط، هناك الكثير من المستوطنين الذين يستبيحون الأراضي الفلسطينية ويقومون بتهديد الفلسطينيين ما بين الحين والآخر. سموتريش قال بأنه يريد أن يكون هناك منطقة عازلة في الضفة الغربية أسوة بغلاف غزة وما يحصل في قطاع غزة، لكي لا يتمكن الفلسطينيين من عمل فعل مقاوم باتجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية، وهذا ما يحدث على أرض الواقع، هو فصل عنصري باتجاه الضفة الغربية، ليس الجدار الفصل العنصري، ولكن يريد المزيد من أن يكون هناك تقطيع لأوصال الضفة الغربية. الآن نتحدث عن حواجز هي حواجز رئيسية في الضفة الغربية بعد عملية النفق. الآن نتحدث عن حاجز الكونتينر، وهو الذي يربط جنوب الضفة الغربية بوسط الضفة الغربية وأيضا في منطقة الشمال، وأيضا المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو حاجز بيت إيل أو الدي سي أو ما يعرف، هو يربط شمال الضفة الغربية بمنطقة الوسط ومنطقة الجنوب. هؤلاء الحاجز أو هاتين الحاجزين هو مغلقا بشكل كامل بعد هذه العملية، لذلك يصعب على الفلسطينيين التنقل وحتى التواصل الاجتماعي ما بين الفلسطينيين منذ أكثر من أكتوبر ولغاية الآن. يعني لا نعلم، قد يكون هناك تداعيات أخرى لهذا الحادث الذي تحدثت عنه، حادث النفق، لأنه آخر الإحصائية ربما كانت في إشارة إلى 7 حالات ميؤوس منها وفق الإعلام الإسرائيلي، على ما يبدو أنهم يعني سيصبحون قتلى جراء هذا الحادث، وبالتأكيد سيكون هناك تداعيات سنتابعها معك على مدار الساعات القادمة. شكرا ولاء السلامين من رام الله، مراسلة القاهرة الإخبارية.